الجامعات الخاصة بتبقى ميزانياتها كبيرة وممتلكاتها بتختلف عن الجامعات التانية، ولأن مواردها بتتنوع فمش غريب إن ميزانيات الجامعات الخاصة تفوق الجامعات الحكومية، لأنها بتعتمد على مصادر دخل أعلى. وطبعاً كلكم عارفين الأسعار دلوقتي بقت عاملة إزاي، علشان كده خبر القبض على رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات الخاصة بأكتوبر اللي استولى على 4 مليار جنيه قالب الدنيا كلها. فيا ترى خد كام بالظبط؟ وازاي استولى على المبالغ دي كلها؟ والاجهزه لما عملت حصر لممتلكاته لقت معاه ايه من الممتلكات دي؟ خلال الساعات اللي فاتت اعلنت الاجهزه الامنيه بوزاره الداخليه بيان رسمي قالت فيه انه تم القبض على رئيس مجلس امناء جامعه خاصه لاستيلائه على 4 مليار جنيه بعد ما استغل طبيعه عمله واختصاصه الوظيفي واستولى على أصول وممتلكات الجامعة والحقوق المادية والفكرية ليها. بعد خبر القبض على رئيس مجلس الأمناء في كلام كتير قوي اتقال، وملايين المتابعين حبوا يعرفوا تفاصيل أكتر، خاصة إن الرقم ده خلى الناس تقول معقولة شخص واحد ياخد المبلغ ده؟ ودي بقى ميزانية جامعة ولا وزارة؟ وكلام كتير بالشكل ده. لكن يا ترى المتهم خد المبلغ ده ازاي وعمل ايه بيه قبل ما ينكشف، وازاي حاول يهرب بره مصر قبل ما يقع؟ البيان الرسمي لوزارة الداخلية قال ان الجامعة مقرها منطقة 6 اكتوبر ورئيس مجلس امنائها استولى على المليارات دي كلها خلال فترة توليه الاشراف على الجامعة ومواردها، لان الجامعة خاصة مواردها كتيرة قوي وهو الحاكم والناهي فيها ومتحكم في ميزانيتها. وبعد ما خد الفلوس دي حاول يغسل كل فلوسه اللي حصل عليها بالمخالفة للقانون. محضر الضبط قال إن المتهم حاول يغسل فلوسه عن طريق شراء وحدات سكنية بأسماء أفراد أسرته، وشغل الفلوس في مشاريع تجارية باسم ابنه في مناطق ومدن مختلفة. كمان القضية دي تعتبر أغرب وقعة سرقة في تاريخ مصر، لأن محدش سرق مبلغ زي ده قبل منه. فالمتهم حاول يعمل شركات ومشاريع تجارية بأسماء مختلفة، يعني بأسماء أفراد أسرته، وعمل سجلات تجارية بأسماء مختلفة. وكمان تم الكشف بأن عنده مؤسسة باسم ابنه في عدة دول عربية، وبعد إنشاء الفروع دي كلها بدأ رئيس الجامعة الخاصة ينوع مصادر أرباحه، ده غير إنه اشترى عدد من العربيات من أحدث الموديلات واحتفظ بها لنفسه. كمان وبحسب البيان الرسمي لوزارة الداخلية قام المتهم بفتح حسابات له والابن والباقي أفراد أسرته في البنوك المختلفة بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي، وقام بوضع جزء من الفلوس في حسابات خاصة وسرية بهدف إظهارها كأنها ناتجة عن أرباحه في التجارة عكس الواقع. ووفقا للبيان رئيس مجلس الأمناء حاول يعمل غسيل أموال في مشروعات تجارية كتيرة خارج مصر، واتقدرت الأرباح من غسيل أمواله بس حوالي 100 مليون جنيه. أخيرا عاوزين تعليقاتكم على الفيديو، خاصة إن الواقعة دي كبيرة وغير مناسبة للظروف اللي احنا عايشينها، فيا ترى عقوبة المتهم دي هتكون ايه وايه المستخبي تاني؟